احنا عاوزين نعرف وجهه نظر الحكم الفني. جيبوا لنا حد يا كابتن ميدو من الحكام. الحكام نقول ايه؟ يعني يقول لنا ايه القصه دي؟ ما اعرفش يعني. انت يعني كتير يا كابتن، فيها شك اصلا؟ هي فيها شك. يعني من حقنا يعني برضو نسمع راي التحكيم فيها. يمكن احنا فيها شك خالص. انا شفت الكوره دلوقتي يا كابتن عادل، شفت الكوره الحارس كمان شادد صلاح محسن. لا انا في حاجه يا كابتن شريف انا يعني شايفها في البنالتي. الحكام دايما لما بيحب يحسب بنالتي او مدي قرار انه مش يحسب بنالتي، انا شايف هو مش مدي قرار انه يحسب بنالتي. عارف لو هو عاوز يدي بنالتي كان خد راي الراجل اللي ورا اللي جايبه يشتغل معاه. اصل شوف التحكيم، الاتحاد الدولي قال ايه؟ قال علشان احسن اللعبه جوه ال 18 بيبقى فيه قرارات سريعه فالحكم ممكن تغيب عليه، فانا جوه ال 18 بدي حكم اضافي علشان يساعدني. يعني في كل لعبه ثلاث حكام بيحكموا اللعبه كل 18، في كل 18 بمعنى لايز مان والحكم هو طارق ده اللي واقف والحكم الثالث، الثلاثه بيحكوها والثلاثه بيشوفوها. بص هيعمل ايوه، بص الجون بيمسك صلاح محسن كمان، دول ضربتين جزاء في اللعبه واحده. بص هو بيعمل ايه؟ ارجع كده يا بيبو من فضلك على حارس المرمى كده وهو بيعدي منه صلاح محسن بعد اذنك. كنت عايز اكمل. بص هنا يا كابتن، بص يا كابتن هنا، بص هيشده ازاي، بص بيشده ازاي كمان عشان يقوم من عليه، يعني هو بيسند عليه ويشده عشان يقوم يكمل الكوره. انا مش ضامن كده يا كابتن. انت وارد انك انت حكم ما تاخدش باله من ايدك الكوره في دراعه. لحظه يا كابتن، عايز اكمل جنبها. بس عايز اكمل وجهه نظري. بص يا كابتن هنا، بص كابتن انا اقول وجهه نظري. قول يا كابتن، قول. انا بقول وارد ان الحكم ماشي ما يشوفهاش، لكن الاتحاد الدولي اداك ليه حكم زياده علشان تشتغل بيه، علشان دي بتاعته. انا اول ما الكره تتعمل كده انا ما خدتش القرار ما شفتهاش، اعمل ايه؟ ابص لازم الحاوي يكلمني على الاربيز يقول لي لا بنالتي، ادي بنالتي، يهد بنالتي. لكن واضح انه علشان انا الكلمه اللي قلتها في اول الكلام، واضح ان هو مش معترف بيه مبين، او يعني مش لا يعني مش معترف بيه كحكم، ولا هم بيضحكوا علينا. يعني اللي هو بيحطوا ثلاث خمس حكام بيضحكوا علينا، يعني ايه خمس حكام يحطوهم واحد وما بيستخدمهمش؟ طب انت بتحطهم ليه؟ بيضحكوا علينا، ده اتحاد دولي يا كابتن. ما لا انا بتكلم في ايه يا كابتن ميدو؟ ما بيستخدمهمش في مصر. ايوه هو يتحاول. انت عارف يعني ايه الراجل الحكم الرابع ده في بطوله اوروبا حسب بنالتي لريال مدريد، هو اللي حسبه مش الحكم نفسه. هو ازاي بيحسب بنالتي الاهلي؟ فهي دي انا وجهه نظري انه الموضوع الحكم مش عايز يدي حاجه، يكسب بدراعه. مش عايز عن طريق انا يعني في تدخلات والتحامات كبيره قوي كمان. ما انا قلت ما بيديش أيوة قرار. أيوة فيها برضه اقسم لك بالله بنالتي على حارس المرمى قبل الكره دي ما تروح في ايد الراجل ده. لو بصيت على يعني حارس اتنين بنالتي في اتنين بنالتي في لعبه واحده. بص هو واقف فين؟ ده ايه الجبروت بتاعك ده يا اخي؟ ما هو يا كابتن شريف هو بص مش عايز يدي قرار. لا كان عايز يدي قرار كان اتعاون مع الحكم الثاني والثالث. طالما ما اتعاونش مع الحكم ده والحكم ده، الا لو الحكم ده كمان تكون كارثه انه قال له مش بنالتي. بس في نقطه ده منعه. هو منعه قبل ما ياخد رايه. هو منعه ان هو اللي خد القرار اول ما الكره اتعمل كده خد قراره ان انت يعني هو حد يقول لي ده بنالتي. باختصار يا كابتن شريف، يا كابتن عادل، كابتن ربيع، والموضوع اصلا موضوع اللي لو كان الموضوع ده حصل لحد تاني ما كناش خلصنا. يا لهوي لو كان في لعيب من الاهلي وقف بيه كانت الصفوره. لا 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 ثانيه واحده كابتن شريف بعد اذنك. هو الموضوع، لا انا مش قصدي كده خالص، انا مش قصدي كده. الاهلي عشان احنا اخلاقنا معروفه، محدش بيطلع يتكلم، محدش بيطلع يشتم، محدش يطلع انا اسف يعني سباب بقى، والدنيا مش هتقعد والدنيا مش هتقوم. لكن يا جماعه ضربه جزاء يعني الكره جت مش في ايده، يعني دي جت في دراعه كله وبعدين وقفت تحتيه. يعني مش بعلق على الهزيمه على ضربه الجزاء دي خالص، انا ضد الموضوع ده خالص. لكن انا حق وحق باين جدا زي الشمس، يعني ما فيهاش اختلافات. عشان بس ما نقعدش ان حد يقول لك اصل هم بيتكلموا على التحكيم وبيتكلموا على ضربه جزاء. ضربه جزاء واضحه جدا، لو كانت جت لحد تاني كانت الدنيا اتقلبت وما عادتش. تغير شكل لكن النادي الاهلي النادي بيلعب بجميع البطولات يا كابتن عبد الحميد. لكن يعني خليني اكمل يا كابتن عبد الحميد. ضيع بطوله يا كابتن، دي سبب في ضياع بطوله. خليني اكمل. لكن احنا يا جماعه مع كل الاحترام لكل الناس برضو عادي جدا،
في 36 بطولة، وافضل اقول عادي جدا 36 بطولة كاس، كاس راح مش مشكلة، احنا عندنا لسه الفرقة اللي تحتينا عندها 25 يعني فرق 11 سنة كاس مصر، فمش دي القصة خالص، مش دي القصة خالص. القصة ان التحكيم فيه تعنت واضح قوي ضد النادي الاهلي من مباراة الزمالك لمباراة النهاردة ومن غير سبب خالص خالص. احنا اول ناس بندعمكم في قناة النادي الاهلي برئيس النادي الاهلي بجميع النادي الاهلي بتدعم التحكيم المصري، فمش شايف سبب للتعنت ده خالص. يعني كابتن عصام عبد الفتاح لو يرضيه ضربه الجزاء دي ما تتحسبش اللي الاعمى يشوفها، يبقى هو بصراحه يعني يا ريت يعني يا ريت نكلم الكابتن عصام بصراحه يا ريت دي ان